اهلا بيكم في حلقه اهلا بيكم في حلقه جديده من العالم في مطبخكم. والنهارده ما فيش اكل بره، معاكم جمال سالم ثانيه ومراته ثانيه. النهارده هنعمل كوليفلاور صينيه قرنبيط بالكركم في الفرن. يلا بينا نشوف الطريقه. So for those of you who do not speak Arabic, you can check out the video and follow along, or go check down below for the recipe. المقادير هتكون تحت الفيديو. هنعمل النهارده كمان طبق قرنبيط من كتر حبنا في القرنبيط بنعشقه دلوقتي. للناس اللي هم زهقوا من القرنبيط واتخنقوا من اعمال القرنبيط، النهارده هنقدم لكم طريقه جديده يا رب تعجبكم. جربوا تغيروا، يعني القرنبيط ده حاجه مفيده جدا. يلا بينا نشوف الخطوات. هنبدا اول حاجه بالصوص او الخلطه اللي هتبقى متبله بيها القرنبيط. عندنا ده كان ايه ده، زبادي ولا يوجرت؟ يعني عندنا زبادي، وزي ما انتم شايفين في كزبره وبصل اخضر وزيت وملح وفلفل اسود، وعندنا كمان هنحط دلوقتي اللي هو الجينجر، جنزبيل، وفي توم، بس مش هنحط توم دلوقتي. First you put just a little bit of garlic. حطينا جزء صغير من التوم الاول في الخلطه دي وشويه ليمون، وهنبدا نخلط البتاعه دي المعجون دوت. Yeah, you're gonna divide the sauce actually. One is gonna be dressing and the other one is marinade. لان بعد ما طبعا نخلص من العصير دوت هنقسمه نصين، هنستخدم جزء منه للتتبيل ونص زي ما هنشوف دلوقتي. فاخدنا جزء منه على جنب. This for marinating, right? That's just for on top. الشوية اللي خدناهم في الأول دول هنخليهم على جنب للآخر. دلوقتي حطينا البهارات الباقية اللي معانا اللي هو الكركم و It's a curry powder, turmeric and mustard powder. على أي حال المقادير هتكون تحت في الفيديو. كل البهارات دي حطيناها، وحطينا بقية الثوم والجنزبيل. خلصنا كده من الخلط. عندنا جبنا القرنبيط بعد ما سلقناه نص سلقة، هنقطعه صغير كده نحطه في صينية. هنخرط الطماطم والبصل وقطع دجاج لو عندكم، مفيش فراخ او مفيش اي حاجه زي ما هو من غير كده. ده كان عندنا قطع الدجاج باقيه فضفناها يعني، فده مش مهم. ونضيف شويه ملح، وبعدين ننزل بالخلطه اللي احنا عملناها دي، نتاكد ان هي اتوزعت كويس في كل مكان. You said that it was boiled the cauliflower? Yeah, a little bit. It's yeah. one whole head. Cut it and then put it in a pan or something. Awesome. All right, زي ما احنا شايفين كده. You may continue. نتأكد ان الخلطة راحت في كل مكان، دخلت في كل مكان. عندنا هنا كان فيه كمون وفلفل اسمر، هنوزعها شوية على وش الصينية، وبعدين نحطها في الفرن على درجة حرارة 200 400 200 yeah, 200 yes. Yeah, preheated about an hour, hour and 10 minutes. تقريبا ساعة ساعة وثلث. You want to get nice crusty color. بعد ما خلص يبقى شكله عامل نفس اللون الجميل ده. Crusty color زي ما قالت. شكرا على المشاهدة، وإن شاء الله يعجبكم. جربوه وإن شاء الله يعجبكم، وكل سنة وأنتم طيبين. Enjoy. وإنجوي. إيه عايز تقولي حاجة تانية ولا إيه؟ الريحة فظيعة وطعمكم فظيع. مع السلامة.